بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا للمحاضرة السابقة اللي ابتدينا فيها في البطالة وأنواعها وأثرها، نيجي رابع نقطة إن أنا بتكلم على العلاقة ما بين البطالة والتضخم، أكبر مشكلتين موجودين مش في مصر، في العالم كله. المفروض طبقا للعالم الاقتصادي فيليبس من خلال دراسته للمشكلتين دول في الخمسينيات القرن الماضي، تحديدا سنة 56، المفروض ان هو طلع بان يوجد علاقة عكسية ما بين البطالة والتضخم، زي ما احنا شايفين في الشكل البياني اللي قدامنا. لو انا حطيت التضخم على المحور الرأسي كنسبة مئوية ومعدل البطالة كنسبة مئوية على المحور الأفقي، فهلاقي ان كل ما بتكون معدلات التضخم مرتفعة هلاقي معدلات البطالة بتكون منخفضة. لو عملت سياسات لعلاج التضخم، ان انا سياسات توسعية، والسياسات يعني لازم نبقى عارفين ان سياسات علاج التضخم عكس سياسات علاج البطالة. فالتضخم اللي احنا كنا خدناه في المحاضرة الاولى بنعالجه عن طريق سياسات انكماشية. فلو انا عملت سياسات انكماشية عشان اخفض معدلات التضخم، ده بيؤدي لزيادة معدلات البطالة والعكس صحيح. الاستراتيجيات بتاعت العلاج البطالة او مشكلة البطالة لما اجي احلها، المفروض ان انا عشان اقدر احلها صاحبها اتعامل بيها عن طريق اتعامل من خلال سياستين، سياسات قصيرة الأجل وسياسات طويلة الأجل. فأنا لو اتكلمت على سياسات قصيرة الأجل، فلا إن أنا المفروض إن أنا كدولة أتدخل عن طريق إجراءات سريعة. الإجراءات السريعة ديت عشان أحل مشكلة البطالة بالذات في الصورة المقنعة في الأجهزة الحكومية المختلفة. فأنا بعالج المشكلة دي في الأجل القصير عن طريق مثلا وليكن التدريب التحويلي، وأحولهم لوظائف أنا محتاجها. الجزء الثاني إن أنا بتخلص من فقد العمالة، واستفيد بيه من خلال ان انا بعمل برامج زي ما لسه قايل، برامج تدريب تحويلي للانشطه اللي انا محتاجها لاستمرار في توسيع منافذ توزيع السلع وتقديم الخدمات الحكوميه. يعني انا في البطاله المقنعه بدل ما العمال من الاخر كده يروحوا في وقت واحد من الساعه 9 للساعه 1، لا، انا بحاول ان انا اتوسع، ما ابقاش موجود في منفذ واحد، اعدل المنافذ تقديم الخدمات الحكوميه. حاجه تانية، هم ما يبقوش موجودين في وقت واحد، اعمل فترات، ان انا اعمل فترات لتقديم الخدمة، فترة صباحية فترة مسائية، فبالتالي مش هيحصل فيه تجدس للموظفين في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ان انا هوفر تقديم الخدمة الحكومية دي في فترة طويلة زمنية. ان انا بعمل حاجة تانية، بعمل تعديل لهيكل الاجور وقوانين العمل اللي موجودة في البطالة. عن طريق ثلاث حاجات دي انا حليت بصورة مؤقتة او صورة في الاجل القصير البطالة المقنعة. في سياسات متوسطة الاجل دي بتبقى نتيجة ان انا بعمل تشجيع لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بشجع الخريجين على العمل في المناطق النائية، بشجع في الاتجاه نحو التنمية الريفية والأنشطة الزراعية وغير الزراعية. ان انا بعمل تهيئة للمناخ الاستثماري لاكتساب رؤوس الاموال الاجنبية والعربية عشان ازود استثمار وازود فرص عمل. بشجع اقامة مشروعات التعاونية في النقابات المختلفة. بحاول اطور المناهج الدراسية عشان تبقى مواكبة لسوق العمل بعد التخرج. في سياسات طويلة الاجل، سياسات طويلة الاجل ديت عن طريق ان انا بحاول ارفع معدل النمو الاقتصادي. وارفع معدل النمو الاقتصادي ازاي؟ عن طريق ان انا ازود معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، ارفع معدلات الاستثمار تدريجيا، وبالتالي ومعدلات الادخار، ان انا اعمل سياسات استثمار لخلق فرص عمل جديدة. في سياسات رفع كفاءة الاستثمار في الأسهم البشري عن طريق التعليم والتدريب، من خلال ان انا اتوسع في المجالات التعليمية اللي بيحتاجها سوق العمل، ان انا ابتدي اعدل محتوى المناهج الدراسيه برضو طبقا لمتطلبات سوق العمل، الالتزام بسياسه التوجيه المهني والمرحله والاهتمام بمرحله التعليم الالزامي، ان انا اربط الجامعات والمعاهد الفنيه بمراكز تدريب والاحتياجات بتاعه المجتمعات، ان انا بعمل اعداد للمدرس والاستاذ تربويا لتنفيذ سياسات تعليميه
جيدة. في من حاجة تانية بعمل سياسات خدمات صحية، إن أنا بهتم بالصحة الوقائية والصحة العلاجية وتحسين مستوى صحة المواطنين، لأن دوت بيزود من قدرتهم الإنتاجية. سياسة الإعلام والتوجيه، إن أنا بحاول أعمل في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة إن أنا أحاول أطور القيم والسلوكيات ووعي الجماهير بما يخدم صالح الأفراد وصالح المجتمع. وشكرا يا جماعة، توفيق بإذن الله.